اخترت في هذه الإطلالة القرائية الجديدة كتاباً عنوانه المتاحف في الوطن العربي النشأة والتطور لمؤلفها الدكتور شوقي شعث، وهو الكتاب الذي يتحدث عن نشوء وتطور المتاحف في الوطن العربي منذ نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وحتى يومنا هذا. يتتبع المؤلف في كتابه نشأة المتاحف في الوطن العربي وتطورها الكمي والكيفي انطلاقاً من أهميتها وضرورتها للمجتمعات الحديثة على ضوء التقدم العلمي والتقني النسبي في البلاد العربية، وعلى ضوء الثراء الذي حدث وامتدادات ذلك إلى سائر أنحاء الوطن العربي. وقام المؤلف بتقسيم كتابه إلى ثلاثة أقسام رئيسية ومقدمة تاريخية تناول فيها علاقة الإنسان بالتحف والكنوز منذ وقت مبكر في حياته على الأرض، حباً في الماضي وتقاليده وفنونه، واحتراماً للأسلاف والأجداد، ورغبة منه في الاستفادة منها بالطرق المتاحة في زمانهم في المجالات الثقافية والمعرفية. ويورد المؤلف هنا بعض ما أورده التاريخ حول بعض الملوك الآشوريين في العراق القديم الذين اهتموا بجمع التحف والكتابات ووضعها في أمكنة خاصة بالقصر أو المعبد، مما يمكن تسميتها مجازاً متاحف، لينطلق بعد ذلك نحو الملك الكلداني نابونيدس الذي اهتم أيضاً بطرق التنقيب فاعتبر بذلك أول آثاري عرفه التاريخ. يشير المؤلف في الكتاب إلى أول محاولة لإنشاء متحف تعود إلى عام 290 قبل الميلاد في الإسكندرية إبان العهد البطلمي، وكان ذلك بمثابة مؤسسة تعمل بإشراف الدولة، وقد ضم هذا المتحف عدداً من الباحثين الإغريق. ولذلك فإن متحف الإسكندرية يعد من أهم الإنجازات الحضارية في ذلك العهد، حيث كانت الدولة تنفق الأموال الطائلة في سبيل توفير متطلبات البحث العلمي وما يحتاجه الباحثون من مواد وعينات. وفي عام 189 قبل الميلاد قام متحف في مدينة روما لتعرض فيه غنائم الحرب التي غنمها الرومان في حروبهم في الجنوب والشمال والشرق، كما عرضت فيه تماثيل أباطرة الرومان وأبطالهم. ويتابع المؤلف في دراسته حركة نشوء المتاحف حتى زماننا الحديث في عرض شائق ولطيف يعرف القارئ من خلاله بنشأة المتاحف في الوطن العربي ومقتنياتها والأبنية المتحفية التي اتخذتها كمقر لها، وخصوصاً الأبنية التاريخية والتراثية وأعمال التوسعة التي شهدتها كثير منها والتي باتت عاجزة عن استيعاب ما يتم اكتشافه من لقن أثرية، الأمر الذي دفع للتفكير بالتوسعات أو في إيجاد أبنية متحفية جديدة. مثال على ذلك متحف الشارقة للآثار الذي تأسس عام 1993 وكان يشغل مبنى دائرة الثقافة والإعلام حينها، ثم ما لبث أن ضاق بمقتنياته فتقرر بناء متحف جديد يكون مناسباً لعرض القطع الأثرية وفق أحدث الطرق المتبعة في المتاحف العالمية. والزائر للمتحف يرى أن العرض في هذا المتحف يجمع بين عرض الآثار وفق التسلسل التاريخي وبين الأسلوب التربوي، كون المتحف يعتبر بمثابة بيت التاريخ. بالإضافة إلى ذلك ف
فإن الباحث لا يكتفي بتناول مقتنيات المتاحف، ولكنه أيضاً يتتبع مصادرها، وتأتي في مقدمتها التنقيبات الأثرية والآثار المشترات أو تلك التي يقوم أفراد أو هيئات بإهدائها للمتاحف والتي يجري تبادلها وفق اتفاقيات ثقافية. يضع الباحث قارئه في صورة حرص المتحف على صيانة الآثار وترميمها وتسجيلها وحفظها وعرض المهم منها في قاعة عرض خاصة كي يشاهدها الزوار من باحثين وعلماء وطلاب وجمهور للتعرف على فنها وصناعتها كهدف علمي تعليمي يراعي النظام التاريخي، أي التسلسل الزمني لعهود القطع الأثرية الأقدم فالأحدث. إذن هو يتناول بالبحث مسائل الصيانة والترميم وأثر البيئة والمناخ على اللقى الأثرية، وفي فصل آخر يتطرق إلى دور المتاحف في تنمية المعرفة العلمية والثقافية في حقل التاريخ والآثار والفنون، حيث غدت المتاحف مراكز ثقافية وتربوية مهمة تساعد في إغناء ثقافة الإنسان وزيادة معرفته بأخيه الإنسان. يقول: إن مستقبل المتاحف هو أساسي لمستقبل المؤسسات الثقافية المتجهة نحو التحديث والتجديد والتطور في عصر يتميز بكثرة الاكتشافات والمنجزات العلمية. عندها فقط يحفظ للمتاحف دورها الثقافي والتربوي والتعليمي الريادي. يتحدث هنا عن مستقبل المتاحف والفوائد العلمية والفكرية والفنية وأيضاً التاريخية التي يمكن أن يجنيها البلد من إنشاء المتاحف والسهر على تطويرها باستمرار ووضع الخطط اللازمة للنهوض بها. ويتناول الباحث جملة من القضايا المتحفية والتعريف بمتاحف بعض الدول العربية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسوريا وفلسطين والعراق ومصر والسعودية والكويت والبحرين والأردن واليمن والسودان وليبيا وتونس والمغرب، ويعالج كذلك موضوعات تخص بعض المتاحف الأوروبية كالمتحف البريطاني ومتحف اللوفر في باريس والمتاحف الإيطالية والألمانية والروسية والأمريكية وغيرها من الأمور التي تضع القارئ في صورة المتاحف وما تمثله من أهمية ثقافية وتاريخية عظيمة. كتاب المتاحف في الوطن العربي: النشأة والتطور، المؤلف الدكتور شوقي شعث، من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة الإمارات العربية المتحدة 2002. هذا البرنامج يرجى تحميل تطبيق مرايا.